السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم إلى فيديو جديد من فيديوهات قناة السيد عمر. مثل ما قلنا لكم مع كم يوم أنه على أساس أنه راح نجيب كمبيوتر جديد. حاليا وصينا إحنا وأخوي يعني في نفس الوقت على الكمبيوتر، أخوي وصل الكمبيوتر وإحنا وصلناش الكمبيوتر، فإحنا قلنا خلينا نعمل فيديو عن كمبيوتر أخوي على ما يجي الكمبيوتر تبعنا نرجع نعمل فيديو ثاني نكسب فيديوين. طيب الكمبيوتر اللي وصينا عليه تقريبا سعره عالي جدا، يعني سعره 2600 يورو، بس كان وقت خلال الجمعة السوداء فعاساس 599 يورو. اي طول بالك شوي بابا، خلال الجمعة السوداء كانوا عاساس عاملين تخفيضات، فكان سعره حقه 1599 او 1600 اي 1599، فاحنا طلبناه خلال الجمعة السوداء يعني خلال من يومين او من ثلاث ايام 1599. طبعا مثل ما قلت لكم 26 نوفمبر 1599 يعني مبلغ كبير جدا حتى الواحد يطلب كمبيوتر العاب او اي شغله كانت، فعشان هيك هذا المبلغ الموقع عفوا موقع اسمه auto.de، موقع بيعطيك اقساط لبعض الشغلات الثقيله اللي ممكن تشتريها مثل الكمبيوترات مواصفات عاليه او غير هيك. طيب خليني اورجيكم هذا الموقع هون، هذا الموقع اسمه auto.de. مثل ما انتم شايفين حاليا هذا الطلب اللي طلبناه احنا المره الماضيه الكمبيوتر حاليا حقه صار بالموقع 2600، بس حقه حاليا 2600 بعد ما خلص شو اسمه العرض عفوا. هو اوسفكوفت يعني كان العرض بس خلال الجمعه السوداء انه 1600، بعد ما خلص العرض صار 2600 يورو، يعني صار فرق 1000 يورو. عشان هيك يعني الجمعه السوداء ممكن تزبط معاكم ممكن ما تزبطش معاكم، واحنا ما بقدر اشتري لانه بطل فيه واحد منهم. أي هو عمر قاعد بشرح لكم معنى الكلمة الأوسفيركافت، أوسفيركافت يعني إنه خلص وهذا انتهى ما عنده مش بالمخزن. طيب حاليا خليني أورجيكم هذا الكمبيوتر هون على الموقع، مثل ما قلت لكم هذا الموقع بيعطيكم أقساط على كل شيء، يعني مش بس على الكمبيوترات، يعني كل شيء فيك تاخذه بأقساط. حاليا على سبيل المثال إذا بدك هون مثلا 2600 ما فيكش تدفع دفعة واحدة، ممكن تقسطها على سبيل المثال على 48 شهر أو أربع سنين. أربع سنين تقريبا بيطلع تقريبا يعني كل شهر بتدفع 50 يورو 54 يورو، طبعا قسمت بس راحت لآلة الحاسبة مش عارفينها. طيب القصد إذا بدك مثلا على سبيل المثال 2500 يورو بتقسم على أربع سنين أو على يعني على 48 شهر، كل شهر بتدفع تقريبا 54 يورو، طبعا حكي عن مبلغ 2600. وكل الأشياء تقريبا متوفرة يعني بالأقساط هون، على سبيل المثال إذا رحت هون بحط لك إنه راتن رشنر أو يعني إنه حاسب الأقساط، إذا رحت هون بقول لك على سبيل المثال قديش بدك 48 شهر 36 شهر 24 شهر 18 شهر انه لحد ثلاث اشهر معك تدفع. طيب هذا الكمبيوتر حاليا اللي اشتريناه، طبعا الكمبيوتر بس معه كيبورد ومعه ماوس، حاليا احنا قاعد بنستعمل الكيبورد والماوس تبعه وكمان لعبه في جود شاين او يعني بمعنى حسم على لعبه. طيب خلينا نشوف اسعار الكمبيوتر، اورجيكم مواصفات الكمبيوتر. طبعا حاليا قاعد اورجيكم عن طريق الكمبيوتر هون، بس بعد شوي مصور لكم الكيس اللي اجى. طبعا المعالج تبعه انتل كور دوت اي 9، اي 9 حاليا احدث شيء 11 جن، بالاضافه الى كرت الشاشه ازوس فورس جي فورس ار تي اكس 3060. حاليا 3060 يعني سعره غالي شوي، يعني اذا رحت تون دورت بيطلع حقه تقريبا 730 يورو، يعني انت اذا بدك تجيب كرت الشاشه لحاله حقه 730 يورو، بس انا قلت لكم اني حصلنا عرض مع الجمعه السوداء فممكن الجمعه السوداء تزبط معك مرات. طيب بالاضافه الى كثير من المواصفات المذكوره هون صراحه اذا بنحكيها بدنا وقت طويل ومعظمها باللغه الالمانيه. الرام هو 16 جيجا بايت. هون على سبيل المثال عندك كولر او بمعنى مبرد، بالاضافه الى اس اس دي او يعني شو اسمه محرك الاقلاص الصربه بسموه 500 جيجا، طبعا هو 500 جيجا بس مكتوب 465 او هو 465 بس مكتوب 500 جيجا. الشبايشر او بمعنى الرامات 16 جيجا. شو كمان؟ طيب هاي الشغلات المهمه يعني معظم الشغلات المهمه، بالاضافه مثل ما قلت لكم التاستاتور او يعني الكيبورد بالاضافه الى الماوس، هسه بورجيكم اياهم بالكاميرا الثانيه. طيب طبعا كمان نازل عليه الويندوز 11 على هذا السيستم، حاليا انا قاعد بصور عن طريق الموبايل لانه بالعاده يوم اصور فيديو عن طريق الموبايل واحطه عليه في المورا بزعل بقول لي هذا فيديو دقته عالي ما بقدرش اتعمله. يعني كنت افكر المشكله من الكمبيوتر فقاعد بجربه هالساعه، يعني قاعد بصور بالموبايل مشان ارجع احط الفيديو على الكمبيوتر تا اشوف فيلم او بيقول لي انه ضغطه عالي ما بقدرش اتحمل ولا شو وضعه. طيب حاليا خليني اورجيكم الكمبيوتر. طبعا الكمبيوتر اجى ملفوف بشي 20 كرتونه، هاي الكراتين هون بس هسه بدنا نعتمد بدنا ساعه واحنا نفتح فيهم فمش داعي نفتحهم. هون عندك مكتوب لك ذا توف جيمنج او توف جيمنج، هاي مثل ما انتم شايفين الكيس قاعد باضي وبدور وباضي بطفي، وهم في علم باتمان او هيك حي الله واحد من اللاعبين. هون الكمبيوتر شو اسمه هذا الميكروفون يعني رابطه بس، وهون الجنب الثاني من الكمبيوتر اذا حابين تلقوا نظره عليه اكسترا 3060 جي فورس ار تي اكس
طبعا ما فيش داعي نفوت على جوه احنا، بس القصه انا حبيت اورجيكم اياها بالاضافه الى هاي شبكه يعني لاقط الفيلان. طبعا لاقط الفيلان ما بيجيش معه، بس يعني المشكله صراحه انه يعني اجاني بدون فيش، يعني ما بيش فهمان ليش مدينه بدون فيش، يعني منين اجيبه فيش؟ الواحد اذا ما عندوش فيش، الواحد منين بده يرتبه؟ انا يعني عندي فيش زياده عشان هيك شغلته، بس اللي ما عندوش فيش شو بده يسوي بحاله؟ طيب، وهاي بالاضافه الى الماوس، هاي الماوس كمان اجت معه بالاضافه الى هذا الكيبورد. طيب طبعا الشاشه ما جت معه شاشه، احنا الشاشه هاي عندنا جبناها ب 10 يورو بهالزمانات، وهاي الشاشه الثانيه احنا مشغلين شاشتين. بس هو كمان مشكلته انه شو يعني ما بلقط الشاشتين، يعني على سبيل المثال الكمبيوتر الثاني تبعي صعب شويه اورجيكم اياه، القصد الكمبيوتر الثاني تبعي بلقط الشاشتين عشان فيه مجالين لكرت الشاشه، اما هذا فيه مجال واحد لكرت الشاشه، فما فيكيش تشغل شاشتين عليه الا اذا جبت تحويله اسمها بي، هيك بي معقوفه بتيجي. طيب بس انا حبيت اورجيكم الكيبورد الثاني اللي كنت ناوي اشغله على الكمبيوتر الاساسي، هذا مثل ما قلت لكم على الكمبيوتر لاخوي، هذا جبته كمان ب 5 يورو، يعني احيانا بجيب شغلات مستعمله بمبالغ زهيده. طيب يعني تقريبا كلفنا الكمبيوتر حاليا هذا 1600 بالاضافه الى الكيبورد 5 يورو اذا بدك تحسبه، طبعا اذا ما كنتش تحسبه بتضل عليك الشاشه، يعني 1610 سعر كمبيوتر، سعر كمبيوتر جيمنج يعني في عام 2021. طبعا المفروض ان الكمبيوتر يكون الكمبيوتر خارق وقادر على تشغيل كل شيء، بس المشكله حاليا انه الانترنت عندي صراحه سيء، يعني ما فينيش يعني اشغل كل شيء، يعني على سبيل المثال اذا بدي اروح انزل فورتنايت، مشكله بدها انترنت، والانترنت عندي مش زياده صراحه، يعني حاليا اذا بشغل يوتيوب انا احيانا بقطش او بعلق عندي، لانه النت مقطوع عندي له فتره، وحاليا قاعد بتعامل مع شبكه اسمها فونك، والفونك هاي بطيئه شوي. طيب هذا كان فيديو او كمبيوتر شو اسمه؟ سي ال اكس يمكن؟ سي سي ال، والله نسيت اسمه صراحه، اورجيكم سي سي ال هايدرو اكس، ايوه سي سي ال، هذا هو مكتوب هون صح، مكتوب هون فوق سي سي ال هايدرو اكس ما بعرف شو 9113. طيب خلينا نوقف الفيديو هنا، اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاعجاب والاشتراك في قناه عمر شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.